قبل ما أبدأ المقطع يا حبايب، قناة ستار يوتيوب راح تلقوها بالوصف. بعد 4 ساعات أو 3 ساعات الساعة 12 بالتحديد اليوم يا حبايب راح ينزلكم صورتي وصورة سارة والشيء كل الصادم يا حبايب على الساعة 12. راح أحطكم رابط القناة بالوصف. حبايب والله من زمان ما فرجيتوني قوة جيش ملك القصص. أريدكم تنزلون لي جواد مصطلها 70,000 مشترك وتنتظروها على الساعة 12 راح ينزلكم الشيء الصدمة. الخبر الأول اللي عادنا أنا أحمد أبو الرب، وين طلع هو مسافر بالضبط؟ فأخيرا يا حبايب أعلن لنا إنه هو مسافر حاليا بلدة اسمها كينيا واللي هي بلدة موجودة بأفريقيا. أكيد راح يصورنا مقاطع خرافية ويا الفيلة واشياء خرافية، ما ادري الصراحة. نكتب لكم التاش توقعون. ننتقل حاليا لمصطفى ريدر، والشي الغريب اللي سواه واللي هو نزل شوية ستوريات قاعد يقول بيها يا حبايب ان اليوم الساعة بالعشرة راح يسوي بث على وولف، راح يحكي بيه على ياسمين وشي سوته صادم، ما ادري الصراحة. اكو راح تكون الستوريات تشوفوها. يعني طبعا كنت غافي وقعدت على موضوع كلش ضوجني وما كنت اتوقع من ياسو بصراحة يعني لهالدرجة. على العموم راح احط لكم لينك ساعة بالعشرة راح اكون لايف على برنامج وولف. كلكم البرنامج اللي ما يفتح عنده بالعراق البرنامج يفتح في بي ان، راح اكون لايف هناك واشرح لكم ان شاء الله كلش 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 مهمة لازم تعرفوها. فتعالوا حبايبي، ما اقول لكم غير تعالوا، اللينك راح يكون هنا. ننتقل حاليا نارين بيوتي ومرضها للاسف يا حبايب، فنزلت شوية ستوريات على حسب بالانستغرام. هذه الستوريات قاعدة تقول بيها انه هي حاليا مريضة، صار لها حوالي 5 ايام وهي قاعدة مرضانة، فالله يشفيها رب ان شاء الله ما بيها الا العافية. وراح احط لكم الستوريات. اوكي انا ليش هيك لوني؟ اوكي اتوقع مناعتي صايرة زبالة لانه اتوقع كل يوم انا مريضة، ما بعرف شو المشكلة، بس صار لي 4 ايام انا مرشحة. واليوم على اساس انه فكرت حالي حتحسن وبدي اصور فيديو وخططت لكل شيء قام مردد اكثر هيك شكلي شكاره القصه. بس انا بالفرشه ما بعرف اذا هذا فلتر او انت في احمر، بس انت في صار له احمر ايام لين باين عم ابكي. والله ما عم ابكي، ما عم تستفى. وعلى سيرة نارين بيوتي يا حبايب، فهي يوم وفلوغ سوى فولو لويسان تكت اللي هو حاليا بدبي وهو هم رد لهم الفولو، فاكيد راح تصير بيناتهم تعاون واشياء خرافية راح يسويها بعض. فاكتبوا لكم التهج قيمة 50 الاشياء الخرافية راح يسووها ويا بعض. ننتقل حاليا لانس شايب، وهل يا ترى هو راح يخون بيسان اسماعيل؟ فانس نزل هذا التيك توك كاتب بيه لما حبيبتي تفتش تليفوني والقصد حبيبته بيسان، يقول لما تدخل على الانستغرام انه هو عادي ولما الفيسبوك عادي ولكن السناب شات بيه خطير او ممكن يعني بيه شي يخونها يعني. لا 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 لا. وطبعا هو جاي كاتب على الفيديو هل تتوقعون انا شايب اخون بيسان؟ ما ادري صراحة اكتب لنا بالكومنتات هل تتوقعون ممكن هو يخونها بيوم من الايام او بسبب حب الكبير لها مستحيل يخونها. ننتقل حاليا القمر طاي، وتنزل هذا الستوري قاعد تعلم من خلاله انه هي حاليا قاعده تمنتج الفيديو اللي راح ينزل لنا يا باكر يا مع عقب باكر، راح يكون فيديو كلش خرافي حسب ما قاعد تشوفوا الستوريات. حبايبي بالنسبة اوكي ما عليكم اول شيء بالكبشة مالتي، بالنسبة للفيديو بعدني ما قررت شو تنزله لو باكر لو عقبة حسب شو وقت ما اخلص مونتاج، بس تحمسوا لي لانه الفكرة مالته تجنن وكلش حلو الفيديو دام انتجه وكلش مبسوطة. وصلوا يا حبايبنا وصلت المقطع اللي تسون قناة سارة يوتيوب بالوصف، يلا يا حبايب الكل يدخل، ترى والله ضغط الزر ما تخسركم اي شيء، قاعدين نتعب كل شيء هواية، ضغط الزر ما راح تخسركم، تنسون وتفجروا 70,000 مشترك وبس. جنكم فايز زي ما اخذت منك القصص، احبكم ومع السلامة.